اها وش مستوي؟ خصومات عروض خبل على ولده خبل خصومات خصومات وعروض معهم 85% معهم يا ابوي ما ها وش مستوي؟ عروض العروض في وين؟ بباله مكان بعد مولف جيرا دارك اوتلت الخصومات كم؟ 85% لا اله الا الله ابوي ما حد بيشتري بهالطريقه انا ترى مو احنا شيء احسن عند اللبس زين يا ابوي ما هكذا تو احنا حسبناها في هبطه مال العيد يوم جاي تفوت الاشياء الحلوه اللي ما تفوت لكن ما يبالك 85% 85% وين المسؤول؟ تعال هذا اقول ما راح مسكين تفضل يا اخي تو انت وش عطيته؟ وش فلوس مسكين مقصيدين يا ابوي هذا ما له زياده ما تشوف وش عطيت ليل ترى ليل ليل سلام دور دور ما انت دور الجاكيت دور هذا الجاكيت دورت لنا براسني تبى تلبس شيء ان؟ لا بتميرد ما كانت تتميرد هذا شيء ان على كم؟ شوف من 280 على 63 درهم يا سلام هذا من ماركت وش؟ تي ان شوفه شيء على 30 درهم شوف من كم من 120 تو على 30 درهم 30 درهم يا سلام 45 درهم 45 درهم وماركت تي ان بالشيخ وبغات التيشيرتات الحلوه شوف يا سلام شوف على كم هالتيشيرتات شوف على 15 درهم ها يا سلام احلى عن الثانيه نعم ايش هذا 240 على 54 درهم يا سلام شيء جميل شيء حلو غاوي دور. نعم. دور 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 الجاكيت الجاكيت دور الجاكيت لو وش تدور روحك هذا وش يسوي حرفك مره حديد ابوي وش انت ما في صاله رياضه عطنا خبرنا كم خبرنا تابعين هذا تقم كامل ها ايه قالينا ايه مع الهاف الداخل معه يا سلام على كم اتوقع كم 39 درهم شوف تنقل هذه اتقمها يا سلام اتقم كلها من تي ان 39 درهم يا سلام سيدين تعرف ليش انا سويت كذا؟ ليش؟ ابغاها تكون خفيفه عشان الناس تجي تشترك لي انت خبيلي الله كاتب انت ما صاحي انا متاكد ها وش تسوى؟ وش سوى؟ 20 حبه ب 20 20 لا 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 غلطان الحبه الواحده على 20 يا ابوي تخبل انت بيسوي 20 حبه ب 20 درهم تخبل بيخسروا على 20 درهم شوف كلها من ماركت جي نشوف الفالينا يا سلام يقول لكم بعد الخصم على 15 روح والله العظيم 15 بس ما يحتاج تحلف مصدقين هاي ما يبين مين طول 15 درهم على 15 درهم وتنقى واختار نعم وش يدور؟ وش يدور ابوي؟ شوف في بنطلون ولا زين ما يبى كذا بشيل لك ذا ها وبس اسوي كذا باقي تحت لي شوف هذه اطقم هوديه على كم؟ 156 احنا على 39 39 درهم لقيت غير هالخبيل هذا في حق العلاج شوف ان بغيت من هالجاكيتات شوف الجاكيت على 39 وان بغيت هذه اطقم بعد على 39 درهم هذه اطقم اطقم هوديه على 39 درهم يا سلام روح روح بس بس يا سيدي بس يا ابوي بس قلعت ثمانهم يا هي شغل يا سوي شيرت معهم على كم هذا؟ يا وريت وين؟ ايدك تشوف صدمني السعر والله كان ب 140 على 35 شوف على 35 درهم الحين صار 30 بس على 30 30 اقول لك الحق ما تلحق تبى تلبس تلبس ها شوف ها غضبك والله العظيم ما حد يعرفك ما سارق شيء انا لو شيء ما يعرفوني ابراهيم قال ما يعرفوني كشختك شوف الجنزات على كم؟ على 25 25 درهم من 100 درهم على 25 25 على 25 على 25 وهذه على 35 درهم وبعد الخصم على 30 وروح شوف وش رايك بهاللون ذي؟ يا رجال قال هذا اللي بس بحسبوني عضب موزي والله لكن خفيف هو زين للبحر هذا البحر يجيك التيشيرت مع الشورت يا سلام على كم؟ على 39 درهم 39 درهم شوف الكشخه شوف الشورت اشوف اشوف يوب يا 39 درهم روح عندهم قسم للاطفال ها شوف هذا الطقم على كم؟ على 20 درهم 20 درهم يا سلام هذا بعده جاكيت مع هذا على 20 درهم تعال شيء هذه اطقمها على كم؟ اطقم 20 درهم يا سلام على 20 درهم هذا مره هذا قسم كامل للاطفال كله عليه خصومات 75% و10% اضافي اللي بيجي من طرفنا 85% ها وين ساير؟ وين؟ ها وين جاي؟ ها على 20
20 درهم. انزين انت ما عندك لا حرمه ولا ولد، لوش لوش الدف هاي لوش خقاق واحد سيره مو يعرف هذه اطقم للصغار مره على 20 درهم. 20 درهم شوفه ان بغيت هالجاكيتات بعد حق الصغار على 30 على 20 قسم كامل للاطفال. عندهم بعد هنا قسم خاص بالملابس النسائيه. النساء شوف على كم؟ على 35 شايفين؟ منظور العين 35 ها منظور العين 35 مره هذه المصفوفات هنا كلها على 35 مره من ينزل الراتب كان يبي يسحبيه على ايش ما تضيعي ويقول تعالي هالوعب هذا اللي هناك 35 35 درهم مره كلها هالمصفوفات. نعم ها 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 قمصان زين على 25 25 درهم ما تباطلين بناطلين الله ياخذك انت وياها الاغا يا ابوي تعلم 25 درهم 25 يا سلام قمصان 25 على 20 يا سلام هذا على 10 على 10 دراهم موجود مره هذا قسم كامل خاص بالملابس النسائيه اي شيء خاص بالملابس النسائيه بتحصله موجود هذا الخاص لمدة 10 أيام من اليوم طول لي بعمرك لمدة 10 أيام قدام شوف على 35 درهم 35 درهم مرة هذا ها على 20 درهم فساتين ها هذا فساتين حق الصغار خلهن خلهن وضح للناس